اهلا وسهلا فيكم جميعا. لا المشكله مش من عندك، ما كنا ابتدينا المحاضره، فهلا رح نبتدي ان شاء الله. استاذ مهدي اهلا وسهلا فيك، نورتوا يا شباب بهذه الجلسه. جلسه تابعه على موجات اليوت. موجات اليوت طبعا التحاليل التقنيه اللي هي الاهم بالنسبه لي وبالنسبه لتقريبا جميع المحللين التقنيين اللي بيتكلوا على الرسوم البيانيه وعلى نقاط الدخول والخروج وخاصه من ورق الشموع اليابانيه. فعندي كثير اشخاص تابعين طبعا بيقوموا بتحاليل اقتصاديه سياسيه، خلينا نقول تابعين او بيتكلوا على الاجنده الاقتصاديه، ولكن معظم المحللين اللي موجودين بعالم الفوركس بدون استراتيجيه تداول معينه، بدهم يتداولوا تقريبا على الرسوم البيانيه وبدون استراتيجيه تداول معينه. كنت عم بجرب طول بالي شوي صغيره. اهلا وسهلا فيكم عبد الله، نورت. اهلا وسهلا محمد. بالنسبه لي كنت عم جرب طول شوي صغيره، لانه عادة على الساعة 6 بكون عندنا هون ببيروت، للأسف يعني شيء مضحك، ولكن بكون عندنا فصل بالكهرباء، فكنت منتظر شوي صغيرة نقطع على 6، 6:05 أو 6:10 لابتدي هذه المحاضرة. على جميع الأحوال أدهم مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. لكن هذه المحاضرة بس في أتأكد إذا الصورة والصوت وكل شيء واضح. بالنسبة للسكرين الأمام كن شايفين الرسم البياني، الرسم البياني التابع لسعر أونصة الفضة اللي هو راح نكون عم نعمل أكثر التحاليل التقنية عليه، وعم نجرب أو بنهاية هذه الجلسة راح أجرب أنا وياكم نعد الموجات على سعر أونصة الفضة، وخاصة أنتم راح تكونوا عم تعدوا معي هذه الموجات، مش بس أنا، ولكن اخترت الفضة لأنه واضح شوي صغير، لأنه بتعرفوا بالتحاليل التقنية وخاصة بموجات اليوت بيشتغل السايكولوجيكال إذا بدكم بارت أو الشق السايكولوجي عند الإنسان. موجات اليوت طبعا تابعه لعالم اخترع موجات اليوت، وهذا العالم بيقول انه في عندي موتيف ويفز وكوركتيف ويفز، وطبعا هذا الشيء منه يعني منه غريب بالنسبه لنا بالوقت الحالي. عم نتكلم على موتيف ويفز او موجات اندفاعيه، والكوركتيف ويفز هي الموجات التصحيحيه. كيفيه الدخول واختيار وتحديد هذه الموجات من قبل الرسوم البيانيه، من قبل عدد الموجات اللي بيبتدي فيها السوق. إذا بدي أجي أنا حط الباوربوينت، ما راح زهقكم بالباوربوينت، ولكن بدي أمشي شوي صغيرة خطوة خطوة. بنجي بنشوف موجات اليوت والبيسك باترن، بنشوف موجات معقدة، بنشوف 1 2 3 4 5، وضمن الموجة رقم 1 تتضمن أيضا 5 موجات، وضمن الموجة رقم 3 كذلك. الأمر هون بيضيع المضارب أو الشخص اللي عم بيتعلم موجات اليوت، وفجأة بيبتدي إنه يستسلم وما يكفي بتحاليل موجات اليوت. ولكن الخبريه ما فيها انه لازم تبتدي بهذه الامور اللي هي جولدن رولز، رح ارجع هيك اذكر فيها على السريع. بعرف في اشخاص موجودين معنا هون بيعرفوا عندهم فكره. يا اكيد هلا المشكله من عندك، تمام؟ لانه مش سامع اي حاجه، هلا المشكله من عندك اكيد، لانه الكل الموجودين من المفترض انه يكونوا سامعيني، صح ولا لا؟ سامعيني يا شباب كلكم سوا، بس المشكله من عند ايا مفروض. اوكي، الجولدن رولز هن الامور اللي اذا بدكم البيسكس اللي بنبتدي. هذه فصله الكهرباء اللي كنت عم بتكلم عليها. على جميع الاحوال البيسك خلينا نقول باترنز، هي الباترنز البدائيه اللي بنبدي او بنبتدي خلينا نقول موجات اليوت عليها، وبنبني تحاليل التقنيه تبع على موجات اليوت عليها. هلا اللي بدي اقول لكم اياه انه عندي جولدن رولز، جولدن رولز اللي هي بسيطه رح ابتدي فيها على السريع. عندي بدايه او خلينا نقول عندي مثل ما بقولوا عفوا ستارت، هون البدايه. ابتدينا بالموجه الاولى ارتفاع، بغض النظر اذا بدكم عن تصحيحيه او اندفاعيه، ولكن عم نقول انه هون هذه موجه ارتفاع. بتلاحظوا انه الموجه رقم 2 لا يمكن، هون كاتبين رونج، لا يمكن الموجه رقم 2 ان تخترق قاع الموجه الاولى، وهذه من الجولدن رولز ومن اذا بدكم القوانين الذهبيه بالنسبه لموجه اليوت. بالنسبه اولا الكوركت فيز اللي هي على اليمين، بتلاحظوا انه نقطه دخولي او بدايه موجه رقم 1 وارتداد الموجه رقم 2 ممنوع ارتداد، عفوا هبوط، عفوا، لكن هبوط الموجه رقم 2 لا يحق لها ان تخترق الموجه الاولى. ما بعرف شو صار معي يا شباب، سويني شوي. اوكي، لكن ارتداد الموجه رقم 2 التصحيحيه، الاولى الاندفاعيه، 2 التصحيحيه، لا يفترض ان تخترق القاع، وهذه اذا بدكم من اهم الامور. شكرا شكرا، انا بعتذر.
هذا اول قانون او اول جولدن رول ناخده بعين الاعتبار بالنسبه لموجات اليوتا. عاده نرجع من كف طريقنا بالموجات الخمسه. رول نمبر 2 او اذا بدكم القانون الذهبي الثاني جولدن رول ثاني، هي انه عندي الموجه الاولى 2، الموجه الثالثه لازم تكون اطول وحده. على اليسار ملاحظين انه الموجه الثالثه هي منا الاطول، هي الموجه الخامسه هون الاطول، وبتلاحظوا انه الموجه الثالثه هي على اليمين الاطول، عن ذلك هون كوركت وهون رونج. على اليسار هي خطا وعلى اليمين صح. لازم على طول الموجه الثالثه تكون من اطول الموجات اللي موجوده عندنا على طبعا الرسم البياني، وهون بنقدر نحدد على انه هذه موجه موتيف ويف، موجه اندفاعيه. إذا نرجع مثلا الجولدن رول الثالث على أنه ارتداد الموجة الرابعة، يلا يحق لها أن تخترق الموجة الأولى. لكل الأشخاص اللي بيتابعوني حتى بالويبينارات الصباحية واليومية اللي تابعة لتكمل بيعرفوا ونتكلم على هذا الموضوع، أنه ارتفاع 1-2-3 الموجة الرابعة التصحية لا يحق لها اختراق قمة الموجة الأولى مثل ما شايفين على اليسار، على اليمين هو الصحيح. أوكي؟ هلأ طبعاً بالنسبة لموجات إليوت هذه الأمور البيزكس والسيمبلز. إذا بديش أتكلم على بعض الأشكال الثانية أو الأخرى، بتكلم على leading diagonal، الموجة الأولى تتضمن كذلك الأمر خمس موجات، وكنا تكلمنا عليها بأول سلايد، فرجيتكم أكثر PowerPoint معقدة، وقلنا أن الموجة الأولى لازم تتضمن خمس موجات، والثانية الموجة التصحية تراجع ثلاث موجات، يعني أصبح عندي هون ارتفاع الموجة الأولى 1-2-3-4-5 هذه الموجة الأولى، أوكي، ومن ثم A, B, C ثلاث موجات هي الموجة الثانية، ومن ثم خمس موجات للموجة الثالثة 1-2-3-4-5 اللي هي أطول موجة هذه الموجة رقم 3 هون رقم 2، ومن ثم A, B, C الموجة الرابعة، ومن ثم الموجة الخامسة اللي هي 1-2-3-4-5. طب بكل بساطة رح أرجع بسطة لكن إذا بدي أجي أتكلم عن موجة إليوت بدي أعرف أنا أنه الموجة الأولى تتضمن خمس موجات، الموجة الثانية التصحية تتضمن خلينا نقول ثلاث موجات تصحية، الموجة الثالثة إذا بدكم تتضمن أيضا خمس موجات وهي الأطول، وكذلك الأمر الموجة الرابعة والخامسة. هلأ بالنسبة لي هذه الأشكال مش على طول واضحة بالنسبة للسوق، مش على طول واضحة بالنسبة للرسوم البيانية، عن ذلك اللي عم جرب لكم إياه أنه الموجة الأولى ممكن تكون بهذا الشكل بشكل مثلث ميل على ارتفاع، وعندنا شكلين، يا اما الليدنج دياجونال مثل ما عم تشوفوا على اليسار، وعندي الاندنج دياجونال او خلينا نقول ليدنج اكسباندنج. هون على جميع الاحوال عم بيتكلموا على الموجه الاولى، الموجه الاولى بدل ما تكون خمس موجات ارتفاع ممكن تكون بشكل مثلث 1-2-3-4-5 هذه الموجه الاولى خمس موجات، ومن ثم هبوط ثلاث موجات الموجه رقم 2 هون الموجه الاولى هون الموجه رقم 2 1-2-3-4-5 الموجة رقم 3-4-5. فالفرق بين أول سيناريو والثاني إنه الموجة الأولى شكلها على شكل مثلث ميل على ارتفاع، أو على شكل expanding triangle اللي هو بهذا الشكل، فعدة أشكال. بغض النظر نحن بنعد خمس موجات هي بتكون الموجة الأولى. هلا بعدين نعرف إذا بتكون تفاصيل هذه الموجات إذا بتكون اندفاعية ولا ending diagonal. ending diagonal لما نتكلم عليها هي بتجي بالموجة الخامسة. السلايد قبل كنا عم نتكلم عن شكل الموجة الأولى. كيف ممكن تكون؟ وإنما الموجة الخامسة ممكن يكون عندي ارتفاع الموجة الأولى 2-3-4، الموجة الخامسة أيضا يكون تكون على شكل مثلث اللي هي 1-2-3-4-5، هذه تلقب بأندينج دياجنال. فبعض الأحيان نحن بنتكلم على مثلثات ميلة على صعود، بنقول إنه نتوقع الهبوط من وراها، بنقول نتوقع إشارة انعكاسية، وهم بكون عندي انتهاء الموجة الخامسة اللي هي تلقب بأندينج دياجنال. معظم الأشخاص بيلقبوها برايزنج ويدج، رايزنج بانت، مثلث ميلة على ارتفاع، هذه إشارة انعكاسية. إذا بدي أطبقها على موجات إليوت لازم عد خمس موجات ضمن هذا المثلث، وهون بتكون عم تبتدي تعد موجات إليوت أو ضمن إذا بدكم الأرقام. أوكي. هون عم بيقولوا لي بهذه السلايد انه الموجة الثالثة ممكن تكون الاندفاعية اللي هي الأطول، وهيك صار. يعني الموجة الأولى ممكن تشهد ارتفاع بهذا الشكل، هبوط الموجة رقم 2، الموجة الثالثة تكون 1-2، وأيضا الموجة رقم 3-3 ضمنها. شوفوا ما تصعبوها على حالكم، الموجة الثالثة تتضمن خمس موجات 1-2-3-4-5، ولكن رقم 3-3 ممكن تكون أيضا تتضمن خمس موجات، يعني على هذا الشكل 1-2-3-4-5-3-4-5-3-4-5. اوكي شوفوا شو راح يصير. هون عندي الموجة الأولى، هون الموجة رقم 2، ارتفاع الموجة 3-4-5. ضمن الموجة رقم 3 في عندي كذلك الأمر خمس موجات
باللون الأزرق. خليني أوضحهم. هون 1، 2، 3، 4، و5. خمس موجات باللون الأزرق لحددنا الموجة الثالثة، وأيضا الموجة رقم 3 ممكن تتضمن خمس موجات اللي هي خلينا نلقبها باللون الأسود اللي هي 1، 2، 3، 4، و5. شفتوا شو صار عندي هون؟ عم ندخل بتفاصيل أكثر وأكثر. ما بدكم تضيعوا تفكيركم وما بدكم تقولوا كيف والله بدي اشوفها على الرسم البياني، الرسم البياني لحاله هو بيفرجيكم اياها. وغير هيك لما انت تجي تشوف كل هذه الموجات قد انتهت، انت وين بتتداول؟ بتتداول بالموجات التصحيحيه اللي هي A B C. مش ضروري انت تستبق الامور على عد الموجه، ولكن انت كمضارب لازم تعد الموجات من وراء انتهائها، ومن وراء انتهائها انت بتدخل بالاتجاه المضاد او بالاتجاه المعاكس. تمام، اتفقنا. فنحن هون مش عم اقول لك انا انه انت بدك تقرا هذه الموجات للاستثمار، لا، انا عم اقول لك من ورا ما ينتهي كل هذا العد الموجي وتصير الامور واضحه تمام 100% امامك، ساعتها انت بتفكر بالاستثمار وبتختار نقطه دخولك. فطولوا بالكم شوي علي. هون عم بيقولوا لي الموجه الخامسه ممكن تكون ترانكيتد. شو يعني؟ يعني ارتفاع الموجه الاولى 1، 2، 3، 4، والموجه الخامسه بدل ما ترتفع لا عم بتكون قمه مزدوجه، مثل ما صار عندي باليورو دولار. يا شباب، اليورو دولار على رسم بين الأربع ساعات، القمة الموجة الخامسة كانت تلقب ب خلينا نقول ترانكيتد 1، 2، 3، 4، و5. هون تلقب بترانكيتد، ويف 5 ترانكيتد، عم تشوفوا هون أمامكم. لما تكون الموجة الخامسة ترانكيتد يعني ما تقدر، ما يكون فيها زخم قوي ولا مومنتوم لتقدر تخترق الموجة الثالثة السابقة، فهون بكون عندي ضعف شوي صغير بالسوق. على جميع الأحوال خليني افرجيكم اليورو دولار. اليورو دولار كان سجل لي خمس موجات ارتفاع، وكانت كذلك الامر ترانكيتد. عم تشوفوا هون امامكم على اليسار هذا الرسم البياني، هون كان عندي اليورو دولار على ارتفاع الموجه الاولى اللي هي ايضا تتضمن خمس موجات. يا شباب، خمس موجات خلينا نشوفها هون. واحد، خليني احدد لكم اياها بشكل اخر. هون عندي 1، 2، 3، 4، و5، هذه الموجه الاولى. ثلاث موجات تصحيحية للموجة رقم 2، صح ولا لا؟ A B و C، هذه الموجة رقم 2. الموجة رقم 3 تتضمن خمس موجات اللي هي هون 1، 2، 3، 4، و5، هذه خمس موجات للموجة الثالثة. ومن ثم هبوط ثلاث موجات للموجة الرابعة A B و C، هذه الموجة الرابعة تلقب بآي في. ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة، وهون سأبيت انه ترانكيتد، الموجة الخامسة ما قدرت تخترق قمة الموجة الثالثة، وهذا يدل على ضعف تقريبا باليورو دولار وزخم ضعيف ومومنتوم ضعيف. فهون بنشهد إشارة انعكاسية بشكل مضاد اللي هي ABC هون للموجة الثانية. فطبعا خمس موجات ارتفاع بيأكدوا على ارتفاع الموجة الأولى الضخمة الأكبر، ومن ثم ثلاث موجات تصحيحية، هذه يعني الموجة رقم 2 الأكبر. فنحن من وراء من عد خمس موجات ارتفاع وثلاث موجات تصحيحية نرجع على الشقة الأكبر. الصورة بتكون صغيرة، خمس موجات ثلاث موجات تصحيحية، نرجع للصورة الأكبر، صارت 1، 2، نرجع نرتفع خمس موجات للموجة الثالثة، نرجع خمس موجات ثلاث موجات للموجة الرابعة. بغض النظر نحن بدنا ننتظر فرصة دخول، نقطة دخول معينة لنقدر نتصيد ونستفيد من السوق. على جميع الأحوال بتمنى الأمور تكون واضحة لهون بس هيك بشكل سريع، ولكن أنا خليني أمشي خطوة خطوة. إذا بدي أمشي شوي صغيرة، هذه بترانكيتد ويف 5. هلا بدنا نبتدي بالموجات التصحيحيه، لكن الموجات الاندفاعيه تكلمنا عليها وتكلمنا عليها بدقه، وقلنا لو حتى انه مش كل الاشخاص عرفوا كيفيه اذا بدكم هيكليه الاليوت ويف، مش ضروري تحفظها من اول مره، ولكن اللي بقدر اقول لك انه على التمرين وعلى البراكتس راح تكون عارف عن شو عم بحكي. وانما لكن صرنا نعرف انه الموجات الاندفاعيه تتضمن موجه الاولى 2، 3، 4، و5. ضمن الموجات الاندفاعيه اللي هي رقم 1 بكون عندي 1، 2، 3، 4، 5 خمس موجات. الموجه التصحيحيه رقم 2 بكون عندي A B C ثلاث موجات تصحيحيه، وكذلك الامر الموجه رقم 3 تتضمن 1، 2، 3، 4، 5 خمس موجات هون، ومن ثم A B C ثلاث موجات للموجه الرابعه، ومن ثم خمس موجات للموجه الخامسه. تمام. هلا هون انتقلنا، هذه خلص هون الموجات الاندفاعيه هي الارتفاع، وانما هون عم ندخل على الموجات التصحيحيه اللي هي الموجه رقم 2 والموجه رقم 4. بكون عندي شيء اسمه اي بي سي، ثلاث موجات تصحيحيه A و B و C. هذه السمبل واي، هذه اذا بدكم الشق البسيط اللي هو ثلاث موجات تصحيحيه. وانما
كذلك الأمر اللي بقدر لكم إياه أنه الموجة A ممكن تكون معمولة من 5 موجات، يعني نحن ارتفعنا 1-2-3، الموجة الرابعة من المفترض تكون 1-2-3-4-5، هذه الموجة A، A B C الموجة B، 1-2-3-4-5 الموجة C. هذه التقلبات اللي عم تشوفوها مش ضروري كمان أنت تتأكد منها، ولكن هذه التقلبات ممكن تشوفها على رسم بينة أصغر على إطار أصغر. يعني إذا أنت عم تحلل 4 ساعات، إذا بتدخل على 30 دقيقة أو على 15 دقيقة ممكن تشوف هذه التحركات، ولكن على رسم بينة 4 ساعات ممكن تشوفها بكل بساطة وبوضوح A B و C. خلصت الخبرين تمام؟ هلأ من قوانين موجات إليوت بالنسبة للموجات التصحية، هلأ أيضا بدخل عليهم وعلى رسم البيانة على الفضة بفرجيكم بتفاصيل كيف ممكن تكون. بالنسبة لموجة إليوت بقولوا لك إذا في حال ارتفاع الموجة الأولى كانت بهذا الشكل، الموجة رقم 2 إذا كان الموجة التصحية بسيطة ABC صغيرة، الموجة الثالثة بتكون اندفاعية، الموجة الرابعة بكون التقلبات تبعها كتير كومبلكس معقدة بهذا الشكل، ومن ثم الموجة الخامسة. يعني لما تكون الموجة رقم 2 هبوط الموجة رقم 2 simple يعني بسيط، طبعا الموجة الرابعة بتكون complex يعني معقدة، والعكس صحيح، لما الموجة رقم 2 بتكون معقدة الموجة الرابعة بتكون simple. تمام؟ وهذه ضمن موجات إليوت أيضا أو قوانين موجات إليوت اللي بتقول أو بتعطيني إشارة تقريبا كيف ممكن نتوقع الموجة الرابعة من وراء حصول الموجة رقم 2، تقريبا كيف ممكن نتوقع الموجة الرابعة هي من وراء هذه الطريقة. هلأ عم بقولوا لي أنا الموجات التصحية ممكن تكون معقدة، يعني مع خلينا نقول كونكتر أو واصل، يعني بدل ما تكون الموجة رقم 1-2-3 هون عندي A B C وانتهينا من الموجة الرابعة وابتدينا بارتفاع، الموجة التصحية الرابعة ممكن تكون بهذا الشكل A B C W X Y A B C، وأيضا ضمن هذه عم تشوفوا الصورة أمامكم، ضمن الموجة A تتضمن 5 موجات ومن ثم الموجة B ومن ثم 5 موجات للC تلقب ب W، هذه تلقب بموجة معقدة، موجة تصحية معقدة. هون عندي ارتفاع بX ما بيتم اختراق اخر قمة، ومن ثم نرجع 5-3-5، يعني 5-3-5 3 كونكتر 5-3-5 هي الموجات التصحية، هي على طول 5-3-5 1-2-3-4-5 A 1-2-3 B 1-2-3-4-5 C، على طول الموجات التصحية على هذا الشكل، 5 موجات هبوط 3 ارتفاع و5 هبوط. لما تكون معقدة نعمل 5-3-5 بيرجع 3 بيرجع 5-3-5. تمام؟ بعرف شوي صغيرة صعبة، طولوا بالكم علي، رح ارجع شوي صغيرة انتقل للرسوم البيانية، ما تاكلوا هم، طولوا بالكم. اوكي، الموجات التصحية كذلك الأمر، كيف الموجة الخامسة ممكن تكون ترانكيتد؟ يعني الموجة الخامسة ممكن تكون قمة مزدوجة ترانكيتد وترجع تهبط مثل ما فرجيتكم على اليورو. كذلك الأمر الموجة التصحية بدل ما تكون A B C 3 موجات هبوط ممكن تكون A B و C flat position، ما تخترق هذا القاع أو القاع السابق، ويكون عندي شيء اسمه double bottom أو قاع مزدوج مثل القمة المزدوجة، ولكن هذه ضمن الموجات التصحية. عم ناخذ فكرة عامة لنقدر نطبقهم بشكل سريع، هذه بالنسبة للفلات بوزيشن. طبعا بالنسبة للمثلثات عادة بتكون الموجة الرابعة ضمن مثلثات، وطبعا هذا هلا بنتكلم شوي صغيرة عن المثلثات وكيفية اختيار المثلثات وكم موجة في ضمن المثلث. في كتير أشخاص بيدخلوا على هذه المحاضرة وبيرجعوا بيخرجوا، كنا تقريبا 10 طلعنا لل 15 هلا رجعنا نزلنا لل 11، في كتير عالم بيستسلموا، وطبعا يعني بدك تتعذب شوي لتتعلم موجات إليوت، ولكن إذا في حال تمكنت منها صدقني إنه ببطل فيك تتداول غير باستعمال موجات إليوت. إذا بدي أدخل على سعر الموجة المعقدة على الذهب رح مر عليها، ولكن بالبداية بدي بلش بسعر أونصة الفضة. أوكي شباب بدكم تساعدوني، مين موجود معي هلأ؟ مين موجود معي؟ عبد الله، أدهم، أنترانيك، فايز، فراس، خضر، محمد، رامي، زين، بدكم تساعدوني، أوكي؟ بدكم تساعدوني، بدكم تقولوا لي هلا شو بدي لقب
هذه الموجة، لكن احنا ابتدينا من هذا القاع، هذا القاع انتهينا الهبوط وابتدينا بالارتفاع. انا ما عم بقول لك هلا بقول لك وين بدك تتداول، هلا راح اقول لك وين بدك تتداول. هلا ابتدينا بالارتفاع اللي هي 1 2 3 4 و5، هذه الموجة تلقى برقم بتكون تكتبه الموجة فايز. هلا بنتكلم على اكس، هلا بنتكلم على اكس، رح فرجيك اياها بهذا المثل، بمثل الهيدا. اوكي بدي تقولوا لي شو بنكتب هون. الموجة الاولى عبد الله، اول 5 موجات ارتفاع، اول 5 موجات ارتفاع تلقب بالموجة الاولى، صح ولا لا؟ هذه الموجة الاولى، اوكي 32، هذه الموجة الاولى. ومن ثم هبطنا بخمس موجات، اذا بنعمل زوم ان شوي اكثر، هذا الهبوط، هذا الهبوط اللي عم تشوفوه هو 5 موجات، وبقدر اكد لكم هذا الموضوع، رح فرجيكم، رح فرجيكم هذا الهبوط من هون لهون، اوكي، او خليني فرجيكم الهبوط بغير شكل، رح حط ارسم خط من هون لهون وفرجيكم على رسم بين 30 دقيقه، اوكي، الهبوط بالنسبة لسعر أونصة الفضة كيف كان. رح أرجع بالتاريخ شوي لورا، أوكي ابتدينا شفناها ولا لا؟ بعد ما شفناها خليني بس شوف أنا، أوكي 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 أوكي، نعمل زوم أوت شوي لورا، خلينا على رسم بيان ساعة لأنه أنا ما عم شوفها، أوكي. لكن وصلنا شباب، عملنا زوم ان، ارتفعنا، شوفوا وين حطينا الموجة الاولى عبد الله، هون، هذا اطار زمني اصغر، 1 2 3 4 5، هون حطينا الموجة الاولى. هلا شو قلت لكم انا؟ بدنا نهبط بشكل اذا بدكم، او هون 1 2 3 4 5، هون انتهت الموجه الاولى، عفوا، لان الموجه الخامسه ايضا تتضمن 5 موجات، 1 2 3 4 5، هون انتهت الموجه الاولى. قلت لكم الهبوط بالموجه اي اللي هي اول موجه تصحيح رح تكون على شكل 5 موجات، 1 2 3 4 5، هذه الموجه اي. ولكن رح ارجع على اطار زمني 4 ساعات، وانا الموجه اللي فرجيتكم اياها، الموجه اللي فرجيتكم اياها هي هون يا شباب، ها رح نرجع نحط ليبل هون، الموجه الاولى، الموجه اللي فرجيتكم اياها هي 5 موجات، هي هون، هذا الهبوط هو 5 موجات للقبنا الموجه اي التصحيح، اي اول موجه تصحيح. ومن ثم ارتفعنا بثلاث موجات مضاده للموجه بي، شوفوا هلا نحن ضمن الموجة التصحية رقم 2، 1 2 3 4 5، A B C B 5 و C. من ورا ما انتهينا هون شو منلقب؟ ثلاث موجات تصحية A B C بالموجة رقم 2، صح ولا لا؟ متابعين معي شباب؟ متابعين معي؟ بليز أدهم، عبد الله، رجعوا بس قولوا لي، ركبنا الموجة الأولى ومن ثم عدينا ثلاث موجات تصحية A B و C على هذا الشكل اللي هو هون 5 موجات لقبناها small A، 5 موجات. ومن ثم ارتفعنا بثلاث موجات لقبناها small B، هذه ثاني موجة تصحية، اوكي هذه B، ورجعنا هبطنا 5 موجات لقبناها wave C، صح ولا لا؟ اصبح عندي A B C، ثلاث موجات تصحية A B C، شو بنسميها؟ الموجة رقم 2، تمام؟ هلأ عندي الموجة الثالثة الأطول والأقوى، صحيح؟ هلأ هذا الارتفاع اللي عم نشوفه منه الأطول، منه الأقوى، منه موجة اندفاعية، نعم، يعني أنا هون عندي انتهاء الموجة رقم 3. كيف منعدها للموجة رقم 3؟ بكل بساطة منعد 1 2 3 4 5 اللي هي ويف 1 الموجة الأولى، خلينا نحطها باللون الأزرق،
هون الموجة الأولى، أو خلينا نغير اللون باللون على سبيل المثال الأحمر لتكون أوضح. هلأ عم نعد موجات صغيرة، ما في زوم. لما تشوف موجة أقوى أطول وأقوى موجة، فورا هذه الموجة رقم 3. ولكن إذا بدكم ندخل بتفاصيلها فينا ندخل. هذه الموجة رقم 2 هون ضمن الموجة الثالثة، ضمن الموجة الثالثة 1 2، ومن ثم خمس موجات ارتفاع 1 2 3 4 5. شوفوا أمامكم هون 1 2 1 2، الموجة الثالثة 3 و 4 و 5، خمس موجات اندفاعية. هذه تلقب بالموجة الثالثة ضمن الموجة الثالثة، يعني عد هذه extended wave ضمن الموجة الثالثة. عدينا 1 2، ومن ثم 1 2 3 4 5 للموجة رقم 3 بقلب الرقم 3، ومن ثم هبوط الموجة الرابعة باللون الأحمر، ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة الأخيرة. وهون بكون عندي خمس موجات باللون الأحمر لقدرنا لقبنا الموجة الثالثة. تمام؟ هلأ بعدكم معي، بعدكم معي صح ولا لا؟ هلأ بدنا نبتدي بالموجة الرابعة. إذا بدنا نرجع بقوانين موجة إليوت، الموجة الرابعة لا يحق لها اختراق قمة الموجة الأولى، صح ولا لا؟ يعني هلأ هبوط الفضة اللي عم نشوفه ممنوع يخترق قمة الموجة الأولى اللي هي هذه القمة، دورناها باللون الأزرق. يعني هلأ هبوط الفضة إلى هذه المناطق، أوكي، ممتدة فايز 100% extended wave، موجة ممتدة اللي هي الموجة رقم 3. الموجة رقم 3 تتضمن خمس موجات، وبقلب الموجة الثالثة عندي خمس موجات كذلك الأمر. تمام؟ هلأ الموجة الرابعة، الموجة الرابعة ما في شك أنه نحن هلأ نحن في صدد هبوط الموجة الرابعة، ولكن بعد ما انتهينا منها عن ذلك منسميها أو منحطها ضمن علامة استفهام. ولكن هون باللون الأبيض لازم تكون، لأنه أصبحت باللون الأبيض مع الديجري السابق، لأنه اللون الأبيض 1 بالأبيض، 2 بالأبيض، 3 بالأبيض، 4 بالأبيض، وعندي 5 ارتفاع بالأبيض. ولكن الموجة الرابعة كيف منعدها؟ فيكم تساعدوني فيها ولا لا؟ هون عندي أول موجة هبوط A صح؟ ومن ثم B، ومن ثم هبوط الموجة C. عادة موجات إليوت البسيطة، موجات إليوت البسيطة الموجة التصحيحية بتكون انتهت، صح ولا لا؟ A B C انتهت ومن كف اتجاه صاعد. ولكن بضمن الموجة المعقدة، بالموجة المعقدة شو بكون عندي؟ الـ ABC شو منلقبها؟ مين بدي يجاوبني؟ هلأ الـ ABC شو منلقبها؟ لأنه الموجة واضحة أنه معقدة، وكفت الموجة المعقدة، وكفت إذا بدكم الموجة التصحية، ساعتها الـ ABC لازم نلقبها بحرف. شو اسمه هذا الحرف؟ مين ممكن يجاوبني؟ W. فراس، رائع. فراس رائع. أدهم، رائع. عبدالله مش أكس، واصلين للأكس. ABC أصبح عندي، ABC أصبح عندي أول موجة تلقب ب W لأنه موجة معقدة، ومن ثم ارتفعنا ب ABC تانين. هلأ طبعا أنت ممكن تغير الألقاب، مش ضروري ABC، فيك تسميهم 1 2 3 W، 1 2 3. يعني الألقاب منه شيء أساسي بموجات إليوت. الشيء الأساسي بموجات إليوت هي أنك تعرف أنت بأي موجة. أنا بموجة اندفاعية أو تصحيحية، أنا بالموجة رقم 2 أو بالموجة رقم 3، هذا هو الأهم. الألقاب والـ ABC والـ WX إلى آخره مش مهمين، ولكن عم نتبع نحن الكتاب وعم نتبع الـ PowerPoint Presentation. ومن ثم ارتفعنا بـ A، رجعنا هبطنا بـ B عن جديد، أوكي، ورجعنا ارتفعنا بالموجة C. هون شو منلقبهم يا شباب؟ شو منلقبهم؟ ABCW، ABC شو هو الحرف اللي لازم نعرضه هلا؟ X. فراس صحيح. هلا عبد الله حان وقت الX. ABCW، ABC ارتفاع لقبناها بX.
هذه كونكتر، الاكسي كونكتر. هون تاكدنا انه الارتفاع من وراء هبوط الفضه باي بي سي وما كفينا اتجاه العام الصاعد، فجاه وقف السوق ورجع يبتدي بالهبوط. هون عرفنا انه الارتفاع هو اكس، ونحن في انتظار خمس موجات عن جديد اللي هي ايضا 1 2 3 4 و5 للانتهاء من الموجة تلقب بواي، لكن اكس ومن ثم خمس موجات هبوط منلقبها بواي. بصير عندي بدل الاي بي سي اي بي سي دبليو، اي بي سي اكس، اي بي سي. شو بصير عندي هون؟ 5 3 5 3 5 3 5، والخمسة 3 5 التانيين هن هون. هذه أول خمسة اللي هي منلقبها إذا بدكم ب A كذلك الأمر، هون خمسة، أو خلينا نلقبها بخمسة، خمسة هون عندي خمسة، ومن ثم ارتفاع 3 ومن ثم خمسة عن جديد. والخمسة هلأ بعد في عندي missing lag، موجة ناقصة، بعد عندي missing lag، عن ذلك نتوقع تكملة اتجاه الهابط لسعر أونصة الفضة. من اكس، من اكس احيانا ممكن يكون الموجة يكون فيها اي بي سي خمس موجات بعد ما نعد اي بي وكمان. نعم مظبوط عبد الله، من وراء الاكس، من وراء الاكس انا لقبتها 5 3 5، هي لازم تكون اي بي ومن ثم سي اللي هي 5 او 5 3 و5. وكذلك الامر هون عندي، هون عندي 5، هون عندي 3، وهون لازم يكون عندي 5 ليرجعوا يوصلوا الى منطقة الشراء اللي هي المنطقة اللي ما لازم تخترق القمة الاولى، ومنكون انتهينا من الموجة الرابعة، ومن ثم بنرجع نبتدي 1 2 3 4 5 للموجة الخامسة الاخيرة. شباب انا بهنيكم اكثر من رائع، التفاعل اول شيء رائع، ثاني شيء عارفين يعني اخذنا اصعب مثل. نحن هلا هذا المثل على الفضة، اوكي المثل على الفضة هو اصعب مثل. ليه؟ لان اولا عدينا خمس موجات ارتفاع للموجة الاولى، مش فقط ارتفاع بسيط، خمس موجات للموجة الاولى، ومن ثم اي بي سي للموجة الثانية، ومن ثم 1 2، الموجة الثالثة كان فيها خمس موجات 3 4 5، خمس موجات لطلع للموجة رقم 3، ومن ثم اي بي سي دبليو، اي بي سي اكس، A B C Y. هذا المثل هو أصعب مثل، يلي بيعرف يعد موجات إليوت لسعر أونصة الفضة على هذا التايم فريم، أنا بالنسبة لي أخذ أصعب مثل لموجات إليوت. هلأ بالنسبة لي يا شباب نتوقع هبوط الفضة، وعن ذلك كنت أنا شخصيا بعدني عم نبه بجلسة أمس من هبوط لسعر الذهب. وإذا بتدخلوا على فيسبوك على صفحة الشخصية كذلك الأمر أيضا بتشوفوا هون شو كاتب، هل انتهت الموجة التصحية على الذهب على 1481؟ ليش عم بسأل هذا السؤال؟ أنا كنت مبارح، أنا صحيح كنت شراء ذهب، ولكن على مستوى 1480 1485 كنت عم بقول انه ممكن نكون عم نكفي اتجاه الهابط، وهو هذا السيناريو اللي كنا عم نتكلم عليه، ومعظم الاشخاص فكروا انه لا ابتدى ارتفاع الذهب. راح فرجيكم العد الموجي اللي قمت فيه انا بجلسة امس. يلا محمد راح نشوف الموجة الاولى، راح نرجع نفوت على الذهب ونعد العد الموجي على الذهب. الموجة الاولى محمد، الموجة الأولى ابتدت من وين؟ من هون، من قاع كان سعر أونصة الفضة 13.90، هذا رسم بياني يومي 13.90. ارتفعنا بالموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بهذا الشكل، wave 1 wave 2 wave 3 A B C W X 1 2 3 4 5 Y. ممنوع تخترق قمة الموجة الأولى، ونتوقع ارتفاع الموجة الخامسة 1 2 3 4 5. تمام؟ اوكي. خلينا ندخل على الذهب.
بغض النظر عن الذهب والعد الموجة عن الذهب تقريبا بنفس الطريقة مثل سعر أونصة الفضة، ولكن هلأ بدي منكم تعدوا لي العد الموجي. رح أعطيكم شيء أصعب هلأ، العد الموجي على الذهب أصعب. أوكي أصعب يا شباب، شوفوا. أوكي، هذه بداية الموجة التصحيحية على الذهب، مين بده يعدها معي؟ مين بده يعدها معي؟ هون ليش أصعب؟ فيها شيء واحد صعب، ولكن رح تمشوا معي هلا، رح تشوفوا. من القمة وصلنا هون للموجة رقم ثلاثة، ما رح ندخل بتفاصيل الموجات الاندفاعية، هذه الموجة رقم ثلاثة، أوكي؟ هون الموجة رقم ثلاثة، وابتدينا بالموجة التصحيحية، يلا، بدنا ننزل فيها أنا وياكم. عدينا 1 2 3 4 5 خمس موجات لقبناها اي، خمس موجات هبوط، خمس موجات هبوط 1 2 3 4 5 لقبناها باي. اذا بدكم ندخل بتفاصيل اكثر ممكن نعد الموجات هون، يعني نكتب 1 2 3 4 5 بس تاخذ وقت لشو. خمس موجات لقبناها باي، انتم معي يا شباب. 1 2 3 ثلاث موجات لقبناها ببي صح، ومن ثم 5 3 5 1 2 3 4 5 لقبناها بي سي. هون شو صار اسمها؟ طبعا لانه موجه معقده هون اسمها اصبح اسمها دبليو. هذه الموجه دبليو. السر هون يا شباب، السر هون. الموجه اكس عاده شو بنعمل نحن؟ بنقول اي بي سي دبليو. مركزين معي كلكم، هذه نقطة جدا مهمة هون لفرجيكم كيف موجات اليوت ممكن تكون شوي معقدة أكثر، ولكن صدقوني إذا عم تفهموا هلا الموجات اللي عم نعدها هيدا أصعب شيء ممكن يقطع يمر عليكم موجات اليوت، يعني هذه فينا نقول إنه محاضرة جدا متقدمة جدا جدا جدا، لأنه عادة مبادئ موجات اليوت بنشرح 1 2 3 4 5 اي بي سي. وأنت دبر راسك كيف ممكن تقريها على رسم البيانية، ولكن عم طبق أنا وياكم على أصعب رسوم بيانية. اي بي سي دبليو صح؟ هون نحن بنعرف انه اي بي سي اكس، نحن بنعرف انه اي بي سي اكس، يعني من المفروض انه هون اي، من المفروض انه عندي ارتفاع اي بي سي اكس صح ولا لا؟ ولكن من المفترض بعدين اي بي وسي. هون السوق امتد شوي اكثر، السوق امتد شوي اكثر ودخل بشبه مثلث بهذا الشكل. المثلث شباب ضمن موجات اليوت رح اعلمكم اياها هلا، رح اعلمكم اياها هلا. اذا السوق صاعد بهذا الشكل، صاعد دخوله بمثلث بتكون على الشكل التالي. اول موجه بتكون هبوط تلقب ب اي، ومن ثم ارتفاع بي سي دي و اي لتكمله اتجاه الصاعد، لانه الاتجاه عم صاعد اي بي سي دي اي. اوكي فيكم تلقبوها 1 2 3 4 5، ولكن اذا الاتجاه عم صاعد اول موجه اي بتكون هبوط اي بي سي دي اي وبتكفي صعود. خمس موجات ضمن المثلث. والعكس صحيح، اذا في حال الاتجاه كان هابط يا شباب، عم علمكم اياها هلا طولوا بالكم، اذا الاتجاه عم هابط المثلث بيكون على الشكل التالي. اي الاي اول موجه بتكون ارتفاع B C D والE بتكون صعود، يعني العكس. الA بتكون فوق A B C D وE، ومن ثم تكملة اتجاه الهابط. وهذه المثلثات هون باترن المثلث هو يا أما ارتفاع يا أما ارتفاع، بيرجع هبوط A B C D E وتكملة اتجاه الصاعد، يا أما الاتجاه عام هابط
أول موجة صحية تلقب بـ A B C D E. أوكي؟ شوفوا شو صار هون، بس خليني أخلص النقطة. أوكي؟ نحن ويف اكس هي اي بي سي، ولكن بهذه الحالة ويف اكس شو كانت؟ كانت على شكل مثلث صح؟ وويف اكس كانت أول موجة صحية قلنا A، ثاني موجة B، ثالث موجة C، رابع موجة، قلنا خمس موجات D، وآخر موجة هي E. وهلأ صار فينا نسميها X. بهذه الحالة ليش صعبة؟ فراس أنا بشكرك. بهذه الحالة ليش صعبة موجة X؟ لأنه منا نحن معودين 5 3 5 W 3 ومن ثم X 5 3 5. ولكن بهذه الحالة 5 3 5 W A B C D E X ومن ثم هلأ 5 3 5 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة وخمسة. يعني نتوقع هبوط الذهب يا شباب. اكس من وراء الاكس شو بيجي؟ بيجي خمسة A ثلاثة B وخمسة C. منكون انتهينا من W X ومنلقبها Y. منكون انتهينا من الموجة Y ورجعنا من وراء الاكس اللي هي الكونكتر، زلنا 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. يعني نتوقع هبوط الذهب، نعم نتوقع هبوطه الى 1420. وهون هذا السيناريو كنت رسمه انا، اذا بتشوفه على صفحتي على فيسبوك مين صارت امامكم، رسمنا 1 2 3 4 5. اذا بقدر ادخل اكبر او كبر الصوره، اوكي مش كثير صراحه كبرت الصوره، ولكن خليني اجرب ادخل على صفحتي على فيسبوك. كنت نزلت هذا الرسم البياني مش من زمان، مش من زمان. شوفوا العد الموجي اللي قمت فيه. اوكي رائع رائع. شوفوا شو عدينا يا شباب، 1 2 3 4 5 A. ليش A بحطيتها بين هلالين؟ لانه بدي ارجع استعمل A B C عن جديد، احسن ما اضيع A B A A A A A. شو بعمل؟ بحطها بين هلالين 1 2 3 4 5 A 5 3 5 W A B C D E X. وشو توقعت انا ب 1 نوفمبر؟ شو توقعت ب 1 نوفمبر؟ هبوط للانتهاء من الموجة Y لزيارة مستوى ال 1420. وعن ذلك دخلت بصفقات بيع على الذهب من 1510 وهبط لل 1448 وجنينا ارباح طايلة. وهلأ عم نعمل موجة معقدة ABC 3 لنرجع نكفي الهبوط لنستهدف 1420 إن شاء الله. أوكي؟ أستاذ عبد الله المثلثات نرجع نعيدها، نرجع نعيدها ما في مشكل، نرجع نعيد المثلثات، ولكن نرجع نشوف إذا بدك رسم بيانة آخر لنقوم بتحليل إذا بدك زوج آخر. أوكي لكن هذه كلها الموجة رابعة شباب على الذهب، بعد عندي الموجة الخامسة ارتفاع. استاذ عبد الله انا معك عن جديد، اللي بقدر لك اذا في حال كان عندي ارتفاع موجه رقم 1 2 3 واضحه لهون، الموجه الرابعه كانت مثلث بهذا الشكل، شو بكون عندي الموجه الرابعه اللي هي بكون فيها A B C D E وتكمل اتجاه الصعد. هون شو بكون صار عندي 1 2 3 A B C D و E، هذه تلقب بالموجة الرابعة ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة. قلنا الموجة الرابعة هي معقدة complex wave، ومن المتوقع أن الموجة الرابعة فيها تكون بعدة أشكال، وهنا قلنا أن الموجة الرابعة هي شكل مثلث تمام، والمثلث بتكون من انتهاء الموجة رقم 3 هبوط الموجة A B C D E وتكمل اتجاه الصاعد. واضح هذا السيناريو عبد الله امامك؟ كذلك الامر بالاتجاه الهابط،
1 2 3 هون عندي مثلث، هون عندي الموجة الأولى 1 2 3. الموجة الرابعة بتكون A B C D E ومن ثم هبوط. A بتكون فوق A B C D و E. الاختراق على طول بكون باتجاه الموجة D. وين دي؟ من تحت يعني الاختراق من تحت، وين دي؟ من فوق يعني الاختراق من فوق. وهذه شكل المثلثات، يا اما بالاتجاه الصاعد يا اما بالاتجاه الهابط. هي فقط مرحلة أفقية، ولكن داخل هذه المرحلة الأفقية نحن بنعد موجات ضمنها لنقدر نحدد أي مدى الاختراق، وإذا في حال انتهينا من هذه الموجة التصحيحية. واضحة ولا لا؟ أوكي تمام تمام عظيم. المثلث الأخير على الباوند دولار في رأس، صح؟ الباوند دولار كذلك الأمر نفس الموضوع. هذا الباوند دولار على رسم بين الأربع ساعات. مين بده يعد معي بشرف؟ مين بده يعد معي؟ شوفوا شو واضحة. ارتفاع، هذا شو اسمه؟ لما نشوف الموجة الأولى تتضمن مثلث ميل على ارتفاع، شو اسمه؟ في حدا ذاكر ولا لا؟ قلناها بأول المحاضرة، لما تكون الموجة الأولى ضمن مثلث ميل على ارتفاع تلقب ب، حدا رح يقول ولا لا؟ بلكن أنا. الموجة الأولى لما تكون ضمن مثلث ميل على ارتفاع قلنا تلقب ب leading diagonal، وقلناها ضمن الباوربوينت برزنتيشن. لما تكون الموجة الأولى فيها تكون قلنا بمثلث ميل على ارتفاع، وفيها تكون أيضا بإكسباندينج ترينجل بهذا الشكل، صح ولا لا؟ رامي مظبوط، رامي مظبوط، رامي أوكي. خضر، قطرية أمامية 100% صح؟ باللغة العربية 100% قطرية أمامية أو leading diagonal. لكن هون عندي leading diagonal، هذه الموجة الأولى. أوكي شوفوا شو سهلة، خمس موجات A B ومن ثم 1 2 3 4 5. هون عندي A B و C. هون شو بصير عندي؟ الموجة رقم 2 ارتفاع الموجة رقم 1، هبوط الموجة رقم 2، ارتفاع الموجة الثالثة الأقوى والأسرع والأطول، صح ولا لا؟ والموجة الرابعة شو عبد الله؟ هيدي كرمالك، هيدي عبد الله، هيدي معك كرمالك. نرسم مثلث وشو منقول؟ منقول أول موجة هبوط هي A ومن ثم B ومن ثم C ومن ثم D ومن ثم E واختراق للموجة الخامسة. منكون انتهينا من الموجة الرابعة ونتوقع ارتفاع الموجة الخامسة. سهلة ولا لا؟ حدا يقول لي بس سهلة ولا لا؟ 1 leading diagonal A B C 2 3 دخول بمرحلة أفقية الموجة الرابعة A B C D E ومن ثم تكمل الاتجاه الصاعد. جدا رائعة، مش شوي، رائعة جدا، لأنه واضحة. طب أنا وين بتداول يا شباب؟ ممكن تتداول تشتري الموجة الخامسة هون، ممكن هون تتداول. ليش؟ بتكون تأكدت أنت كمحلل تقني، بتكون تأكدت من انتهاء الموجة الأولى، من انتهاء الموجة رقم 2، من انتهاء الموجة رقم 3، من انتهاء الموجة الرابعة، وبعد عند الموجة الخامسة. خليني استفيد من الموجة الخامسة. أنا ما عم بقول لك من ارتفاع الموجة الأولى فورا ادخل بيع الموجة رقم 2 ومن ثم ادخل شراء الموجة الثالثة، لا، أنا عم بقول لك انتظر 1 2 3 4 وادخل بالخامسة. ليش؟ لأن بعض الأحيان الـ 1 ما بتكون 1، بتكون A. إذا في حال عندي خمس موجات هبوط 1 2 3 4 5 الارتفاع ممكن يكون A B C، ثلاث موجات تصحيح ويكفي اتجاه الهابط. فبعض الأحيان ما بقدر حدد أنا شباب، ما بقدر حدد إذا الارتفاع هو رقم 1 أو أول موجة تصحيح. لازم أرجع بالتاريخ لورا، لازم أرجع بالرسم البياني لورا،
ممكن هون بهذا الشكل يكون عندي 1 2 3 4 5 هون عندي A B و C تتضمن خمس موجات. هلا يرجع يكفي هبوط الباور ما بنعرف، ولكن اللي انا عم بقول لك ايه ما تفكر بالاتجاه العام، وانما انت جرب تصيد 1 2 3 4 جرب تصيد الموجه الخامسه فقط، صيد بعض الارباح رجع خروج من السوق، رجع انتظر موجات واضحه من جديد لترجع تدخل. نعم نعم محمد، ممكن تكون الموجه الخامسه على نفس الموجه الثالثه، على نفس الموجه الثالثه اوكي محمد، ولكن مش بحال المثلث، مش بحال المثلث يا محمد، لانه هون لما يكون عندك 1 2 3 4 5 بتكون سمبل بسيطه، ولكن لما يكون عندك 1 2 3 4 مثلث كل ما يكون عندك مرحله افقيه اطول كل ما تكون الموجه التاليه اطول. يعني لما تكون الموجة الرابعة طويلة الموجة الخامسة تتوقع ارتفاع أكثر، أكيد ما رح تكون قمة مزدوجة مثل هذا المثل. هذا المثل لما تكون الموجة الرابعة مش مثلث بشكل طبيعي، ممكن كتير الموجة الخامسة تكون تلقب بشيء اسمه ترانكيتد. أوكي شباب تمام، لكن هذه بالنسبة للمثلثات A B C D E واختراق الخامسة. أوكي هون عم نتكلم تقريبا على المستوى اللي او خلينا نقول الفكره اللي تكلمت عليها اللي هي الموجه الرابعه والموجه رقم 2. لما تكون الموجه رقم 2 هبوط حاد اوكي، لما يكون الموجه رقم 2 هون عندي الموجه الاولى واحد، لما يكون الموجه رقم 2 هبوط حاد بتكون الموجه 3 4 بتكون افقيه والخمسه. عم بيقولوا لي بتاني هيدا لما تكون الموجه الاولى هون، الموجه الثانيه افقيه، الموجه الثالثه هيك، الموجه الرابعه بتكون حاده، ومن ثم الموجه الخامسه. فكيف قلت لكم انا لما تكون الموجه الثانيه سمبل بتكون الرابعه معقده كومبلكس، والموجه الثانيه لما تكون كومبلكس بتكون الرابعه معقده. كذلك الامر اذا في حال الموجه الثانيه هبوطها كان حاد الموجه الرابعه بتكون افقيه وسمبل بسيطه، والعكس صحيح لما تكون موجة رقم 2 بسيطة الموجة الرابعة بتكون هبوطها حاد جدا وبتكون التقلبات فيها خطيرة. أوكي كمان هذه نقطة لازم نخليها ببالنا. فعنا كتير نقاط لازم فينا نتبعهم وفينا خلينا نقول نحكي عنهم، ولكن بهذه الحالة تقريبا بنكون أو بهذه المحاضرة بنكون تقريبا شبه أخذنا معظم التحاليل أو معظم الأفكار عن موجات إليوت، عن شبه الموجات الاندفاعية، عن الموجات التصحية، عن الموجات المعقدة اللي تلقب بـ WXY، وعن تقريبا المثلثات. هلا في عندي زيجزاج وفلات والى اخره، طبعا في عندي كثير قوانين وايضا نسب مئويه، وهون بنصير بدنا ندخل فيبوناتشي مع موجه اليوت ونشوف ارتداد الموجه رقم 2 اذا على مستوى ال 61.8% وارتداد الموجه الرابعه بتصحح 50% من الموجه رقم 3. هذه الارقام طبعا مغريه ايضا، ولكن ما في ادخل بتفاصيلها كثير. فطبعا فيبوناتشي هو من المؤشرات الاساسيه والانديكيتورز الاساسيه اللي بنستعملهم مع موجات اليوت لنشوف مدى نسب المئويه للموجات التصحيحيه من الموجات الاندفاعيه، لنشوف وين نقطه دخولنا بالضبط. تمام، فهون بتجي اذا بدكم فيبوناتشي وبندخل بفيبوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت لنشوف اذا بدكم تراجع الموجه الرابعه وين بدها توقف وين بدها تنتهي. تمام، مش بس انك انت تعد الارقام، يعني انت عرفت انه هون لازم يرتفع السوق، ولكن لازم تعرف بالضبط نقطه دخولك، وهذا باستعمال فيبوناتشي، وطبعا كمان نقدر نعرف كيفيه او مدى الموجه التصحيحيه لوين ممكن تمتد. وهون بهذه الحاله طبعا بدي انتقل فيها اذا بدكم لا يعني للاسف لمحاضره اخرى وانتهاء الموجه الثالثه مثل ما عم تشوفوا ارتداد الموجه الرابعه. هون عم بفرجوكم على اليسار انه من فيبوناتشي ارتفاع الموجة الأولى ارتداد الموجة رقم 2 فيها تكون بين 50% و 76.4%، وهون الموجة رقم 3 بتكون تقريبا 161 أو 423% من الموجة الأولى. هيك نقدر نحدد وين ممكن حتى الموجة 3 تنتهي. يعني عندي كتير سيناريات وعندي كتير هون ارتداد الموجة الرابعة وين ممكن توصل بين 38 تقريبا و 61.8% من الموجة رقم 3 التصحيحية. هيك بنعرف وين الموجة الرابعة بتنتهي، وكذلك الأمر. يعني هذه الأرقام جدا 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 إذا بدكم صعبة ودقيقة، ولكن ما في إجماعها إذا بدكم
محاضره واحده. هون عم بيفرجونا انه الموجه الخامسه بعض الاحيان او بالكوموديتيز بسعر اوسه الذهب خاصه بالذهب، الموجه الخامسه ممكن تكون الاطول يا شباب. ضمن قوانين موجه اليوت انتم صرتوا تعرفوا انه الموجه الثالثه هي الاطول، صح ولا لا؟ الموجه الثالثه هي الاطول، ومن ثم الموجه الخامسه تقريبا قد الموجه الاولى. ولكن الموجه الخامسه لما تكون امتداديه، صحيح عبد الله، هي بتكون بالذهب او بالكوموديتيز او بالنفط، بكون عندي الموجه الثالثه الموجه الخامسه اطول من الموجه الثالثه. وهذه بعض اذا بدكم السيناريوز اللي ممكن تكون، خلينا نقول شبه سبيشال سيناريو، اوكي، او خلينا نقول مثل امور شوي صغيره غير اعتياديه مثل ما بيقولوا. وكذلك الامر عندي بالموجات التصحيحيه، موجات غير اعتياديه، لانه نحن اوقات لما نرتفع بنقول الموجات التصحيحيه A B C بهذا الشكل، هون A B C هذه الموجات التصحيحيه. كذلك الامر معظم الاحيان بكون عندي ارتفاع، بكون عندي A B و C، ممكن الموجات التصحيحيه تكون على هذا الشكل A B C، فهذه تلقب بموجه غير اعتياديه او irregular wave. فهون الامور الاكسبشنز ما راح افسر لكم اياهم لانه منعقد راسنا شوي صغيره، ولكن انا كثير سعيد بهذه المحاضره على انه خدتوا اذا بدكم بيس او باز او خلينا نقول مثل نقطه انطلاق لتبتدوا بموجات اليوت، ولا تبتدوا اذا بدكم تتمرنوا اكثر واكثر على موجات اليوت. فانا بتمنى منكم ما توقفوا هذه التعاليم، جربوا اكثر اقروا، جربوا اعملوا سيرش، واذا احتجتوا اي شيء اسالوني على صفحه فيسبوك او على تكمل العربيه، ممكن تتواصلوا معي بأي وقت، وطبعاً ممكن تسألون أي سؤال. أنا بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهرية، أستاذ فايز، الموجة القطرية الأمامية والخلفية، يلا منشرحها قبل ما ننهي هذه الجلسة. القطرية الأمامية هي leading diagonal، يعني 1, 2, 3, 4, 5، بيجار 2 بيجار 3, 4, 5، الموجة الأولى القطرية هي الموجة الأولى الأمامية، عفوا، أوكي، القطرية الأمامية هي الموجة الأولى، بينما الخلفية هي بتكون بالموجة الخامسة، يعني 1, 2, 3, 4، والخمسة هي 1, 2, 3, 4, 5، بتكون بهذا الشكل، بتكون ضمن الموجة الخامسة. تمام؟ هون الموجة الخامسة هي الخلفية اللي هي ending diagonal، انتهاء. لا عفوا، انت قصدك مش ending diagonal، قطرية أمامية، عفوا، هذه ending diagonal وهذه leading diagonal. انت قصدك الخلفية اللي هي طبعا expanding، يعني بهذا الشكل. اوكي، الأمامية صرت تعرفها، هي مثلث ميل على ارتفاع، وانما الخلفية هي على هذا الشكل. اوكي، 1, 2, 3, 4, 5، هذه الموجة الأولى، ABC الموجة رقم 2، الموجة 3, 4, 5، يعني شكل المثلث بدل ما يكون مثلث ميل على الارتفاع بهذا الشكل بيكون بهذا الشكل. اوكي، هذه خلفية وهذه أمامية، اوكي، هذا الفرق، واضحة؟ اوكي، الدولار ين هابط، كيف الذهب راح يهبط؟ أنترانيك، هذا موضوع آخر اللي هو العلاقة الإيجابية والعكسية بين العملات الرئيسية، وممكن كتير تحصل، أكيد بطل في عندي علاقة عكسية بين خلينا نقول الدولار ين وباقي العملات، أو الذهب وباقي العملات، أو الدولار وباقي العملات. بسنة 2019 إذا لاحظت أنه في عندي كتير علاقات عكسية وإيجابية قد زالت من السوق، فعندي كتير أمور كانوا يمشوا عكس بعض أصبحوا يمشوا سويا، وفي كتير أمور كانوا يمشوا سويا أصبحوا يمشوا عكس بعض، فتغيرت المعادل. أوكي، هذا شيء آخر وموضوع آخر. المحاضرة مسجلة أكيد عبد الله، وإن شاء الله تكون عرفت شو الفرق بين طبعا القطرية الأمامية والخلفية. الباوربوينت كتير كبير، الباوربوينت ما في أرسل لك إياها لأنه فيها أكثر من تقريبا 88 سلايد. هذه الباوربوينت اوكي قديم جدا ومحضرينها قديما، فباوربوينت سلايد شوي صغير كبيره، من الصعب جدا ارسالها على اي ايميل او على اي شيء. انا بتشكر وجودكم يا شباب، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذه المحاضره، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهريه، الى اللقاء.